لو اجمل متابعين ازيكم، انا حاول اجي عندكم لكن مفيش فايده فيكم وبتقطع الاشاره سو طز، انا مش هعمل عليها او لايف، خلاص دي تاني محاوله and it's awful it's not working so خلينا مع بعضياتنا بقى هنا ونعمل اللي احنا عايزينه هنا مع بعضياتنا. وزوري الكتان مغليه ومتصفيه، دي رقم واحد بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة جدا جابت نتيجة. One large spoon يعني ايه؟ يعني ملعقة كبيرة مزلقطة، اوكي؟ وكمان هنحط عليها large spoon of aloe vera gel يعني ممكن تجيبي من الأجزخ هنا من الصيدلية. Also large spoon of aloe vera. أنا كنت بحاول أطلع on YouTube but the internet is really awful so I'm not on YouTube. If you wanna see it I will record it for you and you can see it. So aloe vera gel and flaxseed together, if you have these two you have no problem at all. With بياض البيضة، بياض بيضة واحد فقط لا غير، برضو مش كتير، حاجة بسيطة، نص بياض البيض. والصفار خليها جنب، انا هعمل بيه حاجة تانية دلوقتي. This is it. Yes, this is it. And a drop of lemon. الليمون بيعمل مفعول رهيب مع الألوفيرا and the flaxseed. A drop of lemon. وتبتدي تضربيهم مع بعضياتهم بالبلندر. هتضربي الحاجات دي بالبلندر دلوقتي معايا وتشوفي هيحصل ايه في الوصفة. Now here we go, let's start. هتقولي علشان ايه؟ هقولك علشان ايه بعد شوية. كده بياض البيضة مع البذور الكتان مع الصبار مع نقطة ليمون. أنا حساسة يا أبي وما بقدرش على، ما تحطيش ليمون. Make sure بياض البيضة بينضرب كويس. Make sure it's mixed properly because the white egg it has to be foam. يعني yeah that's the tricks in here. Something wrong with this Wi-Fi. Three times I tried to open on YouTube and it's not working. Anyway, بعد لما ضربتي الaloe vera with the flax seed you need a vitamin E. Vitamin E English vitamin E. Vitamin E on top of your magic mixture. Here we go. Two capsules تقريبا هتاخدي منها two capsules. One, two. Only. Okay. Vitamin E من الحاجات اللي احنا كلنا مجربينها. تمام؟ على الفيتامين E بتاعك هتحطي عليها ملعقة من اللبن البودرة. Yes baby yes. One tablespoon of milk powder. Here we go. On top of your mixture. على الخلطة بتاعتك. معلقة من اللبن البودرة فوق الفلاكسيد وفوق الألو فيرا جيل. فلاكسيد، ألو فيرا جيل، drop of lemon. And one milk powder. This is the treatment you're gonna get. You can keep it in the fridge if you want. Now you're gonna need glycerin drop, نقطة من الجلسرين. يعني about half teaspoon, نص معلقة شاي من الجلسرين. Okay. Yeah, and the corn flour, initially.
النشا المكمل الغذائي للوصفاية دي 2 تابل سبون من الكورن فلاور 2 ملعقتين على الوصفة دي على البياض البيضة 1 here we go 2 سبون of corn flour and that's it yes that's it wait I'm not finished yet I have to mix it up ادمجي flaxseed with the corn flour and the باقي المكونات اللي انت حطيتيها mix up النشا اخلطي النشا بتاعك مع بذورك التين مع المكونات التانية here we go حاولي ان انت تتأكدي ان هما اندمجوا بالبلندر more faster لو مش عندك بلندر no problem it doesn't matter ممكن تضربيهم كويس قوي بالشوكة let me put this in here and I will mix it up Now I'm mixing. Now أنا بضرب البذور كتان مع النشا. That's it. That the main stock بتاعك. This is the magic liquid. ده علشان ايه؟ ده ناقص له بس حاجة واحد اللي هي يعني لو محتاجة لو مش محتاجة don't have. It's okay. It doesn't matter. Drop من اللبن الذكر. Two. Drop. من اللبان الذكر بس عشان يعني اقدر اخد حاجة صح مدروسة صح بحاول ان انا اقلبه ملكي هو لون اللبن يا اوكي that's homemade mask for what for هقولك ليه الماسك ده علشان لو عندك حب شباب الماسك ده لو عندك حفر في الوجه لو اي حبوب ظهرت وراحت وسابت اثر الماسك ده استعماله كل يوم على البشرة بتاعتك وتسيبيه يترك حتى يجف تماما ويشطف ويكرر مرتين في اليوم twice a day مرتين this is for teenager spots if you wanna get rid of spots or pimples this is the treatment you need to get together and enjoy it بجد تقدري كاسيت بيه تحطيه على بشرتك وتقعدي كده بتسلطح بابا لحد ما ينشف ويشد لان بياض البيض هيشد الصبار هيشد فلاكسيد هيشد هتلاقي نفسك مشدودة ما تخافيش مش هيحصل لك حاجة هتشطفي وشك وهتلاقي النتيجة حلوة تقدري تاخدي منه كخزين في التلاجة تاخدي منه على قد ما تحتاجي وبعدين تحطي عليه اي اضافات تانية